السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم متابعي الكرام، متابعي قناه مارغريتاك في حلقه جديده على قناتك. حلقه تاع اليوم ان شاء الله باختصار بدون اطاله سوف نتحدث عن مواقع معروفه جدا في جانب الربح من بيتكوين من الانترنت او تعدين البيتكوين. سوف اعرفها لكم اليوم، سوف اطرح عليكم طريقه تشغيلها، طريقه الربح منها، او ان كنتم تسمعون كلمه اسمها تعدين البيتكوين سوف نتحدث عن طريقه تعدين البيتكوين بدون حصولك على اله لتعدين البيتكوين. المواقع التي سوف نتحدث عنها اليوم هي مواقع معروفه وقديمه جدا، ليست حديثه، يعني منذ مدة عن السنوات، منذ تشتغل اكثر من 10 سنوات، اكثر من 5 سنوات. كل موقع وكيفاش عنده مده منذ ان انطلق. لهذا سوف اشارك معكم اي طريقه. هنالك ناس لا يعرفونها، وهنالك كثير من الناس يجنون من المال. انا شخصيا هذه الطريقه كنت لدي خبره فيها، او هذه المواقع عندي خبره فيها في عام من السنين مضوا، كنت اعمل فيهم بشكل كبير، كنت نجني البيتكوين. قادر في النهار وانت قاعد في منزلك ممكن انك تربح اكثر من 10 دولار يوميا في منزلك، وانت ما كدير والو، فقط تخلي الاله تاعك تعدل او حاسوبك ولا الهاتف تاعك يعدل بيتكوين، وانت تجيب 10 دولار يوميا وتجي رايح. قادر هذا بكل بساطة. أنا شخصيا كنت نجني أكثر من 3 دولار في اليوم بدون أن أفعل أي شيء. أترك الحاسوب تاعي، عندي حاسوب ثاني لا أعمل به كثيرا، أتركه يعدن، ثم في المساء أتي وأجد أن لدي 3 دولار كهدية من البيتكوين، فأقوم بسحبها وهكذا. قبل أن أذهب إلى الشرح والتفصيل، أريد أن أقول لكم شيء مهم جدا إخواني الكرام. إن أردت أن تستفيد من هذه الطريقة يجب أن يكون لديك شيئان مهمان. يعني أقول لك أنا في البداية، يعني مش عندما تشاهد الفيديو ثم تكتشف بأنه لا يمكنك فعله، يجب أن يكون لديك سواء أنترنت قوية كما نقول تدفق عالي، أو إذا ما كانش عندك أنترنت يكون عندك جهاز حاسوب من مواصفات كبيرة، فيه معالج وكارت جرافيك، يعني كارت جرافيك يكون معالي، السي بي يو يكون مرتفع جدا عشان تجري المال. يعني اذا ما عندكش هذا الشيئان او واحد منهم، غير ما كنا تشوف الفيديو، يعني وقف الفيديو الان واذهب وشاهد فيديو اخر. هذا الفيديو يساعد فقط من لديه انترنت قويه او معالج وكارت جرافيك قويه. بدون هذا الثنائي لا يمكنك الربح ربح بيتكوين من هذه المواقع، لأنك تستبدل التعدين، والتعدين سواء يكون من خلال حاسوب بمواصفات قوية أو من خلال إنترنت معروفة. كذلك سوف أتحدث عن موقعان معروفان منهم كريبتو تاب في هذا الفيديو. يعني كنت تعرف هذا الشيء فلا تواصل الفيديو، هناك ناس ما تعرفوش، الناس تعرفوه ذات في السابق على كريبتو تاب، عندي شحال من فيديو في السابق عليه، واليوم فيديو آخر وطريقة تعرف منه للناس المبتدئة اللي ما تعرف والو من خلاله. إذا مطلب منك سوى قبل أن تبدأ تضغط على زر الاشتراك، لم تكن شيء قناة بعد، تفعل زر الجرس وإعجاب هذا الفيديو ثم تتابع معي الحلقة. فقط وقف الفيديو ثانية من وقتك، قم بالاشتراك في القناة، فعل زر الجرس ولايك لهذا الفيديو. لا تنسوا مع الفيديو متابعة طيبة. سو جايز، تبعوا معايا خطوة بخطوة، نحاول نختصر باش ما يكونش الفيديو طويل. المهم هذا فيديو وضحته أول أمس، هو بتاريخ 9 جويلية. شاهدوا، راه مهم جدا لكم، يعني اللي مازال ما شاهدوش يدخل يشوفوا، تصيبوا في شاشة النهاية عندما يخلص الفيديو، شاهد هذا الفيديو راه مهم بزاف ليك، وما تنساش دير جيم والابوني بلاشان وتفعل زر الجرس. المهم المواقع اللي سوف تعتمد عليها هي هذا الموقعين، يعني كريبتو تاب هو اللي معروف عند الناس بزاف. يعني اذا كنت تعرفو من قبل ماشي تجي في التعليق تقول لي قديم ولا هكذا. انا قبل ما نبدا الفيديو قلت باللي موقع معروف عند الكل، وهناك كثير ممن لا يعرفه، هناك من يعرفه، هناك الكثير ممن لا يعرفه. هذا الموقع لم يكن لديك انترنت سريع لا تربح شيء من هذا الموقع. لو لم تكن لديك انترنت سريع سوف تربح 1 دولار بصعوبه كبيره، اما اذا كانت لديك انترنت قويه فسوف تجني الكثير من المال. الموقع الثاني هو هذا ميري جيت، كذلك هذا الموقع معروف وقديم عنده مده طويله، فيه تعدين لعملات كثيره منها الايثيريوم ومنها اللايت كوين وغيرها من العملات. المهم سوف نعرف طريقة الحصول على التطبيقات أو البرامج الخاصة بهذه المواقع. كريبتو تاب هو عبارة عن متصفح بإمكانك استعماله حتى على الهاتف، بأجل تحميله فقط تنزل هنا وترى أب ستور بالنسبة لهواتف أبل، وجوجل بلاي بالنسبة لهواتف الأندرويد، من أجل تحمله على هواتف نقال. هنا فيديو تعريفي لهذا الموقع. إذا أردت الحصول على هذا التطبيق فقط تقوم بإنشاء حساب جديد من خلال الضغط على اختيار طريقة التسجيل، ثم تقوم بتحميل هذا تحميل التطبيق. كريبتو تاب بدون صرف جديد إن شاء الله سوف يجدونه في الوصف أسفل الفيديو. ثاني شيء هو موقع مينيغريد، فقط تضغط على السيناب، تقوم بإنشاء حساب جديد، تضع هنا الإيميل الباسورد يعني كتابة الباسورد، ثم تقوم تعود من جديد تضغط على داونلود ستارت مينين، تقوم بتحميله على حسب ما هو
هذه حاسوبك هل هو ماك او ويندوز وغيره. هنا موجود ويندوز والماك نسختين 64 بيت او 32 بيت. كذلك بالنسبة للهواتف فهي النسخة الخاصة بهذه فقط على الداون. انا سوف اعرفكم طريقة الاستعمال على طريق الحاسوب فقط، ثم بعد تحميله سوف يأتي لك التطبيق بهذا الشكل. اول شيء تقوم بالضغط على Extended Mode، يعني ليس VPS او RDP، فقط نستعمل حسابنا العادي. نقوم بادخال ايميل والباسورد الذي قمنا بتسجيل به هنا. قلت لكم ضع السين اب تضع باسورد وكلمة سر، تقوم فقط بإعادة كتابتهم هنا كما ترون، ويظهر لك بهذا الشكل. هنا سمارت مينين او الربح الذكي، فقط سوف تختار هنا على حسب السي بي اي المتوفر عندك. سي بي يو، انا حاسوبي والسي بي يو فيه منخفض 3 فقط، يعني الحد الادنى. ان كان لديك سي بي اي او سي بي يو عفوا مرتفع فسوف يصل الى حوالي مثلا انا عندي حاسوبي اي 3، وهنالك اي 5 اي 7 وغيرها. يعني كان لديك اي 7 مثلا سوف تضع هنا، تقوم بالتغيير هنا الى اي 7 وسوف يكون افضل. يعني هنا تختار العملة التي تريد التعديل عليها. اخواني الكرام، هنالك اكثر من عملة. انا العملة التي انصحكم بها وهي عملة ايثيريوم، لان يعني العملة هي الاكثر استعمالا في هذا الوقت لديها اهمية كبيرة. فقط تضغط هنا تختار السي بي اي الخاص بك وسوف تقوم وسوف تطلق. هنا ليس سمارت مينين وانما تبقى على خيارك. سوف اوقف مثلا هذه العملة واقوم بتشغيل عملة الايثيريوم واترك هنا. اضع السي بي او مثلا العدد السي بي او، يعني هنا سي بي او عفوا اضعه 1 هنا، وفي الايثيريوم سوف اقوم بالتغيير الى مثلا 3. هنا ليست ذكية، بامكانك تشغيلها جميعا، يعني تشغل جميع هذه العملات وتتركها تتركها تعدل يعني كلها في نفس الوقت، وهذا قد يسبب خطر على حاسوبك. لهذا لا انصح بهذا الشيء. انت من الافضل ان تضع سمارت، يعني سمارت مينين الافضل. كما ترون انا قد قمت بتشغيل جميعا، الحاسوب يظهر بهذا الشكل وهو مبطئ ويقول انه نو ريبومبا. لهذا لا ينصح ابدا بان تشغلهم في مرة واحدة، فقط شغل واحدة منهم. وبعد ان تحصل على مجموعة من المال، مثلا حصلت على مجموعة من هذه العملة، فقط اضغط على ويثدرو هنا وسأقوم بادخال انا المحفظة الخاصة بي، وهنا كم اريد ان استخرج، وهنا الايميل وضع الايميل مرة اخرى، وهنا الباسورد، ثم تقوم بالسحب. نفس الشيء بالنسبة لاي عملة تمتلكها. الشيء السلبي في هذا الموقع او هذه هذا التعديل، لا تدعم البلوكشين، ونحن نعمل كثير على البلوكشين، ولكن هناك كثير من المواقع المحافظة التي تدعمه. اما الموقع الثاني اللي هو عبارة عن متصفح اسمه كريبتو تاب، هذا طريقة جمع المال فيه تشبه كثيرا طريقة جمع المال في الموقع السابق. كما ترون هذا يعتمد على النت، انا مثل ما ترون النت ضعيفة جدا. هذه مثل ما ترون هذا العدد الذي يظهر هو الان، هذا لا يجمع لي $1، سوف يجمع لي $1 بعد اكثر من اسبوع. اما اذا كانت مرتفعة عندك فسوف تحصل على هذا الشيء على المال عن بيتكوين بسرعة. انا انصحك بان تقوم بحصول على انترنت من خلال هاتف متعامل نقال، مثلا في الجزائر اي متعامل نقال سواء كان اوريدو او موبيس او جيزي، تقوم بحصول على انترنت مثلا 10 جيجا او هكذا من شيء من هذا القبيل، وتقوم بعمل بارتاج لحاسوبك وتركه يعمل من خلال تلك الأساس اللي حصلت عليها من الهاتف سوف يكون أفضل. المهم هكذا تجمع المال من خلال هذا الموقع. فقط تكون هذه موجودة في الأوف، تقوم بوضعها على حسب ما تريد أنت. مثلا سوف أضعها أنا في الماكس مباشرة، تختار أنت وكم تريد أن تعدل، وتترك الحاسوبك هنا يعدل وتذهب إلى العمل أو شيء من القبيل. ثم تأتي في المساء تجد بأنه وصل مثلا هنا $10 أو $3 حسب الأساس عندك. أنا أحيانا عندما أعتمد على النت من متعامل نقال سوف أحصل على $10 بشكل سهل جدا، يعني بدون أن أتعب. أذهب إلى العمل، أقوم بإطفاء لا أقوم فقط بإغلاق الحاسوب وأتركه يعدل، ثم في المساء أتي أجد $10، شيء رائع. أقوم ببيع تلك $10 وأحصل على بمقابلها حوالي بالدراجة الجزائرية نقولوا 200,000، يعني بدون تعب أو شيء من القبيل. والله شيء سهل جدا طريقة العمل في هذا الموقع. ولكن قلت لك إذا ما عندك إنترنت قوية ما كان لا تبدأ في هذا الموقع. وإن كانش عندك حاسوب مكش عندك حاسوب بمواصفات كبيرة ما كلا تبدأ في الموقع الآخر، يعني هذا الفيديو ما يهمكش ما راحش يفيدك.
قل لي يا عم هذا كان جبهة المال كيف نسحبه، فقط نكليكيو هنا ثم نضغطوا على روتي بي تي سي ونقوموا بسحب. هنا يقول لك فونا في با اسي بي تي، هنا يقول لك ما عندكش حد الادنى للسحب، فقط طريقة السحب تضع هنا المحفظة تاعك بلوكشين ثم تقوم بالسحب، تظل حوالي 24 ساعة 48 ساعة وسوف تصل البحث سوف تصلك بشكل سريع جدا. المهم هذه حلقة اليوم، اتمنى تكون حلقة ان شاء الله تكون نالت اعجابكم واستفدتم. اعجبتكم تنسوش ضغط على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتنضموا عفوا الى ازيد من 70,000 مشترك بالقناة. الان وصلنا الى هذه الحلقة، اتمنى تكون الحلقة والفيديو قد نال اعجابكم واستفدتم. اعجبكم الحلقة واستفدتم وتفعلوا ضغط الزر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ما زلنا الحلقات في هذا الجانب في قناتنا، لهذا ما عليك سوى ضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي تتواصل بالفيديوهات في المستقبل. أبقى لكم غير، نتلاقاو في ساعة أخير إن شاء الله، في رعاية الله وحفظه، سلام.